انا قررت ان انا اجيب لها خاتم ذهب. والله الموضوع ده بيراودني بقالي اسبوعين مش عارف اجيب ايه. امي يعني بص هي ملتزمه في الصلاه وكل حاجه، فيعني ممكن اجيب لها مصحف طبعا تبقى هديه غاليه عليها، غير طبعا ممكن اجيب لها حاجه كهدوم مثلا، حاجه عبايه شيك حاجه كده. اجيب لها ليه عايزاه يعني؟ انا مش شايفه ان في حاجه مناسبه او اي حاجه تليق بيها بصراحه. انا عايزه لها اغلى حاجه واحلى حاجه بصراحه. ان شاء الله هجيب عبايه كويسه لوالدته وكده. نفسي اجيب لها الدنيا كلها طبعا، كفايه ان هي امي طبعا تعبت معانا وكل حاجة كويسة طبعا. ف والله يا كوسان طيبة وربنا يخليكي لينا. أنا لسه والله بفكر، لسه ما قررتش إن أنا أجيب لها إيه يعني، بس أنا نفسي أجيب لها حاجة كبيرة، نفسي أخليها تروح تعمل عمرة أو حج. أجيب لها جلابية وشبشب، هي منقبة وكده، أجيب لها طقم منقبة وخمار. كل سنة وهي طيبة وهي أسعد أم إن شاء الله في العالم. كده أجيب لها حاجة بقيمتها يعني، كل واحد بيجيب على حسب قيمتها. والله اللي أنا بحبك جدا جدا ونفسي تفضلي معايا طول العمر. أنا ساعات مثلا بديها مبلغ، أجيب لها أي حاجة يعني، بس مفيش حاجة معينة اللي هي بتحتاجه بجيبه لها يعني.